هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم واستفساراتكم. معنا في حلقة اليوم فضيلة الشيخ سامي السعدي، أمين عام دار الإفتاء. مرحبا بك شيخ سامي. أهلا وسهلا دكتور فوزي، حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمتابعين. حياكم الله. أبدأ بداية بعرض أرقام هواتف البرنامج وهي كالتالي: 021-360-0101، 021-360-0102، 021-360-0103. يمكنكم أيضا الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر فايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في يوتيوب، ويمكن كذلك متابعة البرنامج عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كما يمكن متابعتنا كذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 12687 أفقي على نايلسات. أرحب بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى، ما زلنا في بمعيتكم في غريب القرآن، وما زلنا في سورة آل عمران، تقريبا وقفنا في قول الله تعالى: إن لو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قبل ذلك: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. نعم، لو نعلم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تقريبا تكلمتم عنها شيخ سامي في الحلقة الماضية، لكن لو نبدأ بها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهدك يا ربي أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرنا أكثر من مرة دكتور فوزي والكلام للمشاهدين أو المتابعين، إننا في هذه الآيات في أجواء غزوة أحد وفي سياق غزوة أحد، وقد وصلنا في أواخر هذا السياق وفي أواخر الغزوة، وكما ذكرنا أيضا أكثر من مرة أنه توافق بقدر الله سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم عن هذه الغزوة توافق الوقت الذي تخوض فيه الأمة اليوم معركة من أعظم المعارك التي نتوقع أن يكون لها أثرها على مستقبل الأمة الإسلامية وموقفها من أعدائها، ولعل الله عز وجل يتم نعمته على هذه الأمة بنصر تقر به أعين المؤمنين والمرابطين والمجاهدين. آمين. نعم، هذه الآية تكلمنا عن جزء منها أو عن جزء من معانيها، والسياق يبين لنا كلام أهل النفاق، والذي هو يتردد في كل وقت وحين، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن ظاهرة النفاق وصفات المنافقين لم يذكرها كمرحلة تاريخية انتهت، وإنما ذكرها ليكون هذا القرآن
معينا للاسترشاد به وبمثابة الأضواء الكاشفة لأمراض النفاق، أمراض القلوب وأعراضها، مما يترتب على تلك الأمراض الباطنة من الأعمال والأقوال الظاهرة، وليفتش الإنسان أولا في نفسه ويتخلص من أعراض النفاق ومظاهره وآثاره وأسبابه أيضا. والله سبحانه وتعالى كما ذكر يعني هذه الأعراض وذكر مرض النفاق وآثاره وعلاماته، ذكر العلاج أيضا، وهذا من فضل الله ورحمته على أهل القرآن وعلى هذه الأمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى عليها هذا القرآن. فالمنافقون في هذه الغزوة تكلموا بكلام فيه التثبيط وفيه الإرجاف وفيه التخذيل، وقد يتأثر بهذا الكلام حتى بعض المؤمنين، وكما ذكرنا يعني أكثر من مرة ونحن في هذا السياق في سياق غزوة أحد، أنه ليس كل من تقد من كلام هو بالضرورة في أهل النفاق الأكبر، ولكن هناك المؤمنون أيضا على درجات، هناك من يضعف إيمانه فيتأثر بشيء من كلام أهل النفاق وإن لم يكن في نفس الأمر منافقا. مما قاله المنافقون ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، عندما دعوا إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدافعة الأعداء والدفاع عن المدينة المنورة دار الإسلام في ذلك الوقت، قالوا هذه الكلمة لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طبعا ما معنى هذه الكلمة؟ للعلماء هنا آراء واتجاهات في معنى هذه الكلمة. معناها قال بعض أهل العلم، معناها لو نعلم أنه يكون قتال ويحصل قتال بينكم وبين الأعداء لخرجنا معكم، ولكن الأمر ليس كذلك، لن يكون هناك قتال والأمور طيبة كما يقال، ولن يقاتلكم الأعداء. وهذا يعني قد يكون هروبا من المواجهة ويعني انتحالا للأعذار كما يقال، ولكن قد يقول بعض الناس الغفلة الذين يغفلون عن مكائد الأعداء وتخطيطهم ويعيشون في أمان كاذب ولا يأخذون حذرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولا يستعدون الاستعداد النفسي ولا الإيماني ولا المادي أو ولا يتحسبوا لأي هجوم أو أي معركة من قبل الأعداء عليهم. فهذا معنى ذكره أهل العلم أو بعض أهل العلم. وقال بعضهم لو نعلم قتالا حقيقيا فيه الشروط وفيه المقومات الصحيحة لخرجنا معكم ولاتبعناكم، ولكن هذا ليس بقتال ولكنه إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. قال بعض أهل العلم بالتفسير أن معنى لو نعلم قتالا هو هذا المعنى، وهذا نسمعه اليوم كثيرا، يعني ليس من باب إعداد العدة أو التنبيه على إعداد العدة، ولكن هي معاذير وتخذيل وتثبيط، وذكرنا أمثلة على هذا التخذيل وهذا التثبيط. مما قيل في معنى الآية أيضا، في معنى هذه الجملة من الآية، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو كانت لنا خبرة ومعرفة بالقتال لخرجنا معكم. فالعلم هنا بمعنى المعرفة، لكننا لا نعرف القتال ولا أساليبه ولا فنونه، فلا تكلفونا ما لا نستطيع، لا نستطيع أن نخرج معكم لأننا لا نحسن القتال، وهذا تعذر أو انتحال للأعذار أو يعني سوق للمعاذير الكاذبة والباطلة كما ذكر أهل العلم. هذا ما يتعلق بقوله تعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أيضا هناك معاني مهمة دكتور فوزي فيما بعد هذه الجملة، وهو قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذه الجملة أيضا فيها فوائد وفيها أصول، واستدل بها كثير من أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، فالإنسان في تعتريه أحوال يكون
أقرب إلى الكفر منه للإيمان، وتعتريه أحوال بالعكس، وكأنه بين غرضين أو بين معلمين أو بين محطتين، أحيانا يقترب إلى محطة الكفر فيضعف، كلما ضعف إيمانه اقترب من الجهة الأخرى، كالسائر أو كالمتأرجح بين موضعين أو محطتين أو يعني معلمين. فهل يا شيخنا، عذرا على المقاطعة، هي على بابها هنا السياق، سياق الحديث عن المنافقين، كيف يكونون هم أقرب للكفر منهم للإيمان وهم منافقون، يعني هم كفر بطبيعة الحال؟ نعم، بارك الله فيك. ما ذكرنا قبل قليل دكتور أنه أيضا قد يدخل يعني في معاني الآيات، وإن كانت تنزل الآية في الكفار، لكن قد يكون لبعض أهل الإيمان حظ وجزء منها. وتكلمنا عن شبهة أنه لا يجوز، هناك من يقول لا يجوز إنزال الآيات التي في الكفار على المؤمنين بإطلاق، ويستدلون بما قال ابن عمر أنهم الخوارج يعني شر الناس انطلق، وذلك أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، وهذه غفلة عن معنى هذه العبارة من هذا الصحابي الجليل. ولأن الخوارج أنزلوا آيات نزلت في الكفار فكفروا بها المسلمين، أما أن الإنسان يخشى على نفسه من أن يدخل في جزء من معنى الآية فهذا لا شك فيه، ورد في النصوص المرفوعة وفي الآثار الموقوفة من الصحابة فمن بعدهم، وذكرنا أمثلة على ذلك فيما سبق، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما عندما زارهما في الليل وقال ألا تصليان، فقال له علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبتعثنا ابتعثنا، أو كما قال، فقال علي فرأيته صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولا شك أن هذه الآية سياقها في الكفار، في الإنسان الكافر. نعم، وأمثلة كثيرة يعني، وكما قال ابن القيم وغيره يعني قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذه في اليهود نزلت لا شك في ذلك. نعم، ولكن قال من حمل العلم وحمل القرآن ثم نافق أو لم يعمل بما علمه من العلم أو حرف الكلمة عن مواضعه فإن له حظ ونصيب من هذه الآية، وهذا كثير. وقول سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود، ومن نعم فسد من عبادنا ففيه شبه النصارى، فكذلك يعني هم للكفر يومئذ أقرب منه للإيمان، قد يقترب ويعني يدخل في بعض خصال الكفر الأكبر، وقد يقترب من ذلك يضعف إيمانه ويقترب من ذلك. وأيضا ذكر أهل العلم أن من الفوائد في هذه الآية أو في هذا الجزء من الآية يعني أن مع أن الله يعلم كل شيء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن كأن إشارة من الله سبحانه وتعالى أن يحذر الإنسان من أن يسارع بالحكم بالنفاق الأكبر أو بالتكفير على إنسان لم يتحقق ذلك منه. فيعني فيها نوع من تعليم أو من التنبيه على الاحتياط في إنزال الأحكام لا سيما بالكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أيضا في قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يلاحظ المتدبر أن الله سبحانه وتعالى مثلا في هذه الآية في سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم، لكن في سورة الفتح قال يقولون بألسنتهم. والمتدبر يعني يسترعي انتباهه هذا الفرق، لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا القرآن يعني قمة في البلاغة وفي يعني في وضع الألفاظ الكلمات مواضعها. لماذا قال تعالى في سورة آل عمران يقولون بأفواههم بينما قال في سورة الفتح يقولون بألسنتهم؟ يعني ذكر بعض أهل العلم الحكمة في ذلك، وممن ذكر هذا
ابن الزبير الغرناطي، هذا من علماء الأندلس من علماء القرن الثامن، يعني عنده كتاب اسمه ملاك التأويل، يتعرض فيه لمثل هذه اللفتات والأسرار، وتكلم عن هذا الفرق. قال بالنظر ما قال ما حاصل يعني معناه، يعني السياق في سورة آل عمران في المنافقين، نعم، والمنافقون الأصل أن هذا السياق في المنافقين تمكن النفاق منهم فتكلموا بهذا الكلام بملء أفواههم، وقال كما تقول العرب قالها بملء فيه، يعني استقر النفاق في قلوب الطائفة الأكبر المقصودة بهذه الآية. لكن في سورة الفتح كان الكلام لم يكن الكلام عن المنافقين الذين يعني تمكن النفاق في قلوبهم، ولكن كان الكلام عن الأعراب، والذين هم يعني غالب أمرهم الجهل والجفاء دون أن يستقر الإيمان في قلوبهم، ولا بالضرورة أن يكون النفاق قد استقر في قلوبهم. فقال الله في حقهم يقولون بألسنتهم، فرق بين أن يقول الإنسان بملء فيه وبين أن يقول الكلمة بطرف لسانه، يعني هذا معنى واجتهاد من هذا العالم ابن الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم نعم بارك الله فيكم. أيضا الآية الموالية لعل فيها أيضا من غريب القرآن شيء، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. من ناحية الغريب والله أعلم، ربما لا يوجد فيها كلمة مفردة من مفردات الغريب إلا فدرؤوا، ربما بعض الناس أو كثير من الناس لا يعلم معناها، ولعلنا تعرضنا لمادة درأ في سورة البقرة من قبل، عندما قال تعالى في قصة البقرة وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها تدافعتم، تدارأتم يعني تدافعتم، الدرء هو الدفع. وهنا فادرأوا عن أنفسكم الموت، هذا الله سبحانه وتعالى يتحداهم، ويعني فيها نوع من التهكم، هم يهربون من الموت جبنا وفرارا من القتال، ظنا منهم أن القتال يقرب الأجل، وأن الجبن والقعود والفرار يطيل في العمر ويؤخر الموت. فالله سبحانه وتعالى تحداهم وقال إذا كنتم يعني تظنون أن هناك ذكاء منكم وفطنة وحكمة في أنكم حميتم أنفسكم من الموت أو القتل في مواطن الشرف والنزال والقتال، إذن فلتخلدوا في الدنيا إن استطعتم، إن الموت آتيكم لا محالة. وهذا كقوله تعالى في سورة النساء وفي سياق الآيات عن الجهاد والمواجهة والقتال، أيضا بقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأيها الفار من المواجهة ومن القتال، بالعكس احرص على الموت توهب لك الحياة، لأن الفرار من القتل لا يباعد الأجل، كما أن الإقدام وحضور مواطن النزال والقتال لا ليس بالضرورة دليلا على أنه يقرب الأجل. فادرأوا المقصد هو بمعنى الدفع. ومنه قوله تعالى في قراءة في آية النور كأنها كوكب دري، قرئ كأنها كوكب دريء، دري على وزن فعيل من نفس المادة، من نفس مادة درأ، بمعنى يعني أنه يعني كثير الدفع للظلام، هذا الكوكب من شدة إضاءته يدفع ظلام الليل بشدة إضاءته ونوره. فهذه الآية، لكن لعل هناك معنى يعني أو بعض الفوائد الإعرابية لمن هو مهتم بالنحو وبإعراب القرآن، يعني الذين قالوا لإخوانهم، يعني المهتم بالنحو ربما يتساءل يقول الذين، هذا الاسم الموصول ما موضعه من الإعراب، ولأن فهم الإعراب في الحقيقة يسهل الفهم الصحيح للآية، إذا فهم الإنسان تركيب الآية وعرف يعني محل الكلمة من الإعراب يفهم معنى الآية على وجهها، والعكس بالعكس، إذا أخطأ
في محل إعراب الكلمة أو في إعراب الكلمة فإنه قد يفهم معنى خطأ. المهم هنا قالوا فيها يعني أقوالا يعني فهمها تعين الإنسان على ربط الآية بالسياق وبما قبلها، لأن ما قبلها قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في السبيل، إلى أن قال تعالى الذين قالوا، نعم الذين قالوا لإخوانهم. هل هي يعني بدل من الذين نافقوا؟ منين؟ نعم، بمعنى وليعلم الذين نافقوا الذين قالوا لإخوانهم. نعم. يعني إذا أردنا أن نفسرها بشيء من الاختصار نقول وليعلم الذين قالوا لإخوانهم، أي وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم، هذه المقولة يعني وقع وفي حال قعودهم قالوا لمن خرجوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. فمحلها النصب بلغة النحويين، هي محلها النصب لأن الذين نافقوا مفعول للفعل يعلم، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا من هم الذين بدل منهم الذين قالوا لإخوانهم، أو أن في محل البدل من الواو في قوله يكتمون والله أعلم بما يكتمون، هؤلاء الذين يكتمون ما في صدورهم والله يعلم ما يكتمونه، يعني هم عينهم وهم أنفسهم الذين قالوا لإخوانهم هذه المقولة، أو أنها يعني جملة استئنافية فيكون الذين هذا اسم موصول في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني جملة جديدة هم الذين يقولون، والمقصود هو نفس نفس القوم يعني ونفس أن، أو أنها قول رابع أنها منصوب على الدم، نحن عندنا منصوب على المدح ومنصوب على الدم، يعني المقصود بها المبالغة في دم هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة، تقدير الكلام أدم الذين قالوا لإخوانهم، فيكون محلها النصب على المفعولية لهذا الفعل المحذوف الذي تقديره أدم، ويعني فيكون محلها النصب، وكما يأتي النصب على الدم يكون النصب على المدح أيضا، وقد قالوه في قوله تعالى في سورة النساء النص أعني النصب على المدح في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، هذا كله مرفوعات الآن، الراسخون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وعندنا هنا وقف، ثم قال تعالى والمقيمين الصلاة بالنصب. نعم. ثم قال تعالى والمؤتون الزكاة، رجع إلى الرفع. نعم. فقال كثير من المعربين للقرآن ومن أهل العلم بالتفسير أن المقيمين هنا نصبت على المدح، يعني خصهم الله وأمدح المقيمين على الصلاة، وهي فيها نوع من يعني لفت الانتباه، يعني هناك أساليب في العربية يكون الحكمة منها تنبيه السامع أو القارئ، يعني فالذي يعرف النحو يسترعيه هذا التغيير في الإعراب، يعني فيقف عند المقيمين لماذا نصبت، فينتبه إلى يعني أن هناك تنبيها إلى هذا الوصف، وذكروا له يعني أبياتا وشواهد من كلام العرب، أذكر منها يعني قال كذا بالرفع، ثم قال النازلين بكل معترك على النصب، على خلاف ما عطف عليه أو ما سبقه يعني. نعم. وهذا موجود في تفسير الآية، يجده الباحث في تفسير الآية المذكورة في سورة النساء، فهنا الذين قالوا يعني على أنها في محل النصب على الدم، هناك أقوال أخرى يعني كثيرة، في النهاية مآلها تقريبا واحد يعني. نعم. نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا، الآيات التاليات يعني هي الآيات المشهورات في مدح الشهداء وكونهم عند الله أحياء يرزقون، لا أعتقد أن فيها شيئا من غريب القرآن، لكن لو أردتم الحديث عن هذه الآيات لكونها مشهورة لا وعظيمة. قبل أن نعم بقي شيء هو يعني فيما يتعلق بإعراب الآية التي كنا نتكلم عنها، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هذه الواو ربما يعرفوا كثيرا أنها واو الحال. نعم. يعني
وهي يعني تعطي للقارئ والسامع أن قائلي هذه المقولة هم في نفس الوقت متصفون بالقعود. نعم. يعني جمعوا إلى هذا القول القبيح وهذا القول المثبط وهذا القول المؤذي، جمعوا يعني كما نقول اليوم بتعبيرنا السلبية. يعني من أسوأ ما يكون أن يجمع الإنسان يعني سوء القول إلى سوء الفعل، يعني هو جالس ولا يعين ومثبط ومخذل ومؤذن بكلامه، كما يستشهد كثيرا بقول الشاعر يعني لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. فهؤلاء جمعوا يعني يستفاد هذا من واو الحال هنا، الذين قالوا لإخوانهم وهم في نفس الوقت قد قعدوا، وحالهم أنهم قد قعدوا تسمى واو الحال، والجملة بعدها بعد أن يعربها المعرب يكون وضع محل الجملة مع بعضها، يعني البعض وقعدوا هذه الجملة يكون محلها يعني النصب على الحال، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. نعم، الآية التي بعدها كما تفضلتم دكتور فوزي يعني لا أظن أن فيها مفردة غريبة، ولكن فيها تنويه، وهي مشهورة على الألسنة ويعرفها يذكرها الوعاظ والخطباء والعلماء وال يعني من يذكر بفضل الشهادة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تظن أنهم أموات. وقد ذكرنا اللفتة في قوله تعالى لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، عبر يعني أو ذكر يعني موضع الموت أو موضع القتل، يعني وصف أو استعير له شبه بمكان النوم أو وضع الجنب للاستراحة. نعم. قالوا فيه إشارة إلى أن الشهيد حي وكأنه نائم لا ميت، فالله سبحانه وتعالى هنا يثبت الحياة للشهداء، وهي حياة برزخية يعني يعلمها الله، يعلم كنهها وحقيقتها الله سبحانه وتعالى، ولكن وردت في بعض يعني صفاتها وفي بعض يعني ما يتعلق بها أحاديث يعني مرغبة أيما ترغيب، وهي أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفضائل الشهداء كثيرة، ومنها يحضرني الحديث الذي في الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما أخذه الملكان في تلك الرحلة السماوية العلوية، وقال أدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، ثم لما سأل كلما سأل عن شيء يقول قال لي انطلق انطلق، وينطلقان به إلى موضع آخر وإلى محل آخر من منازل النعيم ومنازل العذاب، ثم لا. قال وأما الدار، فقال له الملكان وأما تلك الدار فهي دار الشهداء. جعلنا الله وإياكم من أهل الشهادة في سبيل. بارك الله فيك شيخنا. ربما نقف عند هذه الآية ونستقبل بعض الاتصالات. الأخ مسعود من طرابلس. عليكم السلام. وعليكم السلام. نعم أخ مسعود. أخ مسعود هل أنت في الاستماع؟ أخ مسعود ربما فقد التواصل مع الأخ مسعود. نعم الأخ مصباح من غريان. يا شيخ فوزي. نعم حي الشيخ. ألو. اي نعم نعم اخ مصباح انت على الهواء تفضل. بارك الله فيكم في ميزان حسناتكم. امين جميعا. والله جاءت قول الناس للانثى ما للذكر، وجاءت مره للرجال فقط، ولا نبي نستفسر من الشيخ شنو هي مثلا يا ايها الناس واتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عجيب. نعم هي توها بالرجل والمراه يعني. نعم لكن في حب زين الناس حب الشهوات من النساء يعني وجهه للراجل بس ولا؟ نعم طيب تسمع تعليق الشيخ. وفي نعم. سؤال ثاني. نعم. اللي في بما معناها الايه 40 في مش عارف تقريبا سوره المائده
أيهم يكفلوا مريم يلقون أقلامهم. نعم. يعني شنو يضربوا القرعة يعني هم من يكفل مريم. تمام. تسمع تعليق الشيخ بإذن الله. بارك الله فيك. شكرا أخ مصباح. نعم. الأخ سليم مصراتة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخ سليم. حياك الله. أخ سليم اتقى اتصال. الأخت حياة من طرابلس. أخت حياة أنت على الهواء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت حياة تعالي فين كان في تغطية معلش. نعم تفضلي. آه ما عنديش تغطية. آه تمام تو كويس تفضلي. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لندري أريد بمن في الأرض خيرا أم أراد بهم ربهم رشدا. الأول هنا بمعنى الآية الكريمة تمام وما الحكم بلا سأل الأراد مرة الأولى المجهول والأخرى المعلوم هي أراد بهم ربهم رشدا يعني فعل هنا ذكر الله نفسه يعني ربهم. تمام. وعندي سؤال ثاني ذا هي كيف نعرف أن السيدة مريم كانت تتعبد في المحراب وكان رزقها يأتيها لعندها تمام؟ نعم. لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله تمام؟ بعدين هي لما أصابها الوحن والضعف بعد قوة طلب منها أن هي تتحصل على رزقها بروحها قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طب ليش المرة الأولى لما هي بقامت قواها وعافيتها يعني طلب جهة رزقها لعندها لما أصابها الوحن والضعف والحالة النفسية كانت انتهى تعبة يعني طلب منها أن هي تتحصل وهي تطلب رزقها بنفسها يعني تتحصل عليك بارك الله فيكم. شكرا شكرا شكرا. الأخ مني الأخ أحمد من طرابلس تفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. أول حاجة ربي إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك. عندي سؤال. نعم. طبعا ما نمشيش القانون نبي عن طريق الشرع. نعم. عندي إرث للوالدة طبعا قديم شوية صالح فهمتني. نعم. وطبعا تو في حصر الورثة. نعم. في ثلاثة أعمام وجدهم طبعا هاجروا من جمال تركيا. وما لهمش اي خبر. ثلاث اعمام ل عفوا ثلاث اعمام للوالده يعني هل يسقطوا او ما يسقطوش من الارث؟ ثلاث اعمام للوالده هم يا احمد. ايوه ثلاث اعمام للوالده ولا لابوها؟ لا زوج اعمام وجداهم حنا الوالده طبعا زمان في حرب الانجليز والطليان هنا هربوا لتركيا. نعم. ولحد الان طبعا ما فيش عليهم اي خبر. والارث هذا هل كيف يقص يتم قسمه؟ نعم. والورثه الاخرين معروفين يعني؟ لا لا هو هذا الورث بو الوالده فقط. بو الوالده فقط واخوتها واخوتها يعني بو الوالده فقط هو الوارث واخوتها الثلاثه او الاثنين وامهم هاجروا الى تركيا ولا خبر عنهم. ايوه مهاجرين طبعا مش على خبر. تمام باذن الله تسمع الاجابه. بارك الله فيكم صحيح. الأخ سليم رجع معنا من مصراتة تفضل. سليم ما عندكش حظ اليوم معنا. نعم. طيب شيخنا حتى نجيب الأول فالأول الأخ مصباح من غريان يقول ما الفرق في لفظ الناس أحيانا يطلق ويراد به الرجال والنساء وأحيانا يطلق ويراد به الرجال فقط يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هنا يطلق ويراد به الرجال والنساء كما هو واضح بينما قال في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء قال الناس هنا واضح بأن معناها خصوص الذكور بدليل أنه حب الشهوات من النساء ذكرت النساء كواحدة من الشهوات. ما محل السؤال أنا بس السؤال ما يعني ربما يسأل عن الضابط كيف نعرف بأن النساء الناس هنا تعني الرجال والنساء والناس تعني الرجال فقط يعني يعني من السياق كما قالوا إن القوم نفس الشيء كلمة القوم مثلا لا يسخر قوم من قوم القوم هي قد تطلق على الرجال والنساء لكن السياق في سورة الحجرات يشير ويدل على أن المقصود بالقوم في ذلك الموضع الرجال بدليل قوله ولا نساء من نساء بعدها
فالسياق يعني مبين، وذكرنا أهمية فهم السياق في كثير من المرات يعني. نعم بارك الله فيك. نعم الأخ مصباح أيضا يقول ما معنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم في سورة آل عمران؟ ذكر المفسرون هنا يعني أن كان تنافس القوم يعني وبما فيهم زكريا عليه السلام في من يكفل هذه البنت الصالحة، فاقترعوا وكانت القرعة أن يلقوا كل يلقي قلمه في النهر، فالقلم الذي يقف أمام التيار أو لا يعني لا يجرفه التيار على عكس سائر الأقلام في يعني شيء خارق للعادة يكون هو الأحق بكفالة مريم، فظهر قلم زكريا فكفلها زكريا بذلك. بارك الله فيك. نعم. الأخت حياة من طرابلس تقول في قول الله تعالى في سورة الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني في أريد بني الفعل للمجهول بينما نعم. أراد بني الفعل للمعلوم عندما نصب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم لأن يعني من الأدب ألا ننسب الشر إلى الله وإن كان الكل من عند الله، يعني قل كل من عند الله، وهذا موجود في القرآن كثيرا أيضا في سورة الفاتحة من أوضح الأشياء في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت، قال غير المغضوب، يعني أيضا الاسم المفعول هو مأخوذ من الفعل المبني للمجهول نفس الشيء. وكذلك في دعاء إبراهيم يعني نسب الشفاء إلى الله، أسند الشفاء إلى الله وأسند المرض إلى نفسه، مع أنه كل من عند الله، قال وإذا مرضت الذي يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين، ولم يقل والذي هو يمرضني ويشفين، قال وإذا مرضت، أن المرض أيضا من عند الله، وهذا كثير يعني. ويعني أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، معنى يعني من الأدب ألا ينسب الإنسان الشر إلى الله، وهناك أمثلة أخرى في القرآن على ذلك. بارك الله فيك. نستقبل الاتصال من الأخ طارق من طرابلس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يزيدكم في علمكم يا شيخ، بارك الله فيكم. امين جميعا ان شاء الله. اختار طبعا ينصر المجاهدين في غزه يا رب العالمين. امين امين جميعا ان شاء الله، بارك الله فيك. تفضل. اختار سؤال استحدثت في المده القريبه الماكينه اللي في مصارف الجمهوريه اللي هي زلاله بتاع الحرق هذه اللي هي في مثلا الاسواق، الماكينه اللي هي مش الماكينه الخارجيه اللي هي بنفسها بالبطاقه لكن داخل المطرف. اها كان عندكم خلفية عليها بارك. على العموم أنا ما عنديش خلفية على الشيخ. بالألف والقيمة 5 دينار على الألف. يعني هي الماكينة تقدر تسحب بها من داخل مصرف الجمهورية وعلى كل ألف تاخذ 5 دينار. ولا كيف؟ هي داخل اختارق ما لو تكمل لنا لو تعيد الاتصال اختارق حتى نفهم منك يعني حتى تكون. طيب الأخ محمد من صبرات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ محمد. تحية لك أخي فوزي وجزاك الله عنك بخير. أمين جميعا. الشيخنا الفاضل سامي الساعتي وبارك الله فيكم جميعا. أمين جميعا إن شاء الله أخ محمد. تفضل عندك سؤال. نعم والله يا شيخ بنقول لك يعني نسأل الله أن ينصر إخواننا وأهلنا في غزة. أمين. نصر الله أن يعجل لهم بالنصر والتمكين. فيه ملاحظة في بعض المحللين يشوفه فلما يحللوا في الفيديوهات في لقطات معينة نعم من يشوفوا المقاتل من يطلع على الدبابة الإسرائيلية ولا يطلع للموقع يعني من يوصل في مكان معين يحلل من يوصل في مكان معين نقطة معينة يقوم لا أمر مش يرسع لله سبحانه وتعالى لا يقول هذا دقة التدريب والتدريب الراقي والتعرفين هو والحسن الأداء وما يرجع الأمر لله سبحانه يعني الأمر واضح سبت يعني يستطيع أن يستغله يعني شوفت يا أخي فوزي محلل أجنبي فلما وصلت في اللقطة بتاع اللي طلع للدبابة ورمالها السواف هذه يعني قال
قال السكوت ابلغ من الكلام، يعني قريب قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه ما لقيناهاش في المحددين الا اخونا محمد النعاس بارك الله فيك. بارك الله فيك، صحيح انا كنت بنقول لك انا استاذ محمد النعاس دائما عنده نعم. هذه الامور يعني بارك الله فيك، صحيح صحيح. طيب بارك الله فيك، تسمع ان شاء الله تعليق الشيخ ان شاء الله. الاخ صالح من طرابلس، اخ صالح تفضل انت على الهواء. الو يا مرحبا. مرحب بك، اهلا وسهلا، تفضل اخ صالح. قطع التواصل. طيب الاخت ايضا حياة شيخنا الكريم تقول يعني لاحظت ان السيدة مريم رحمه الله عليه السلام كانت لما كانت في قوتها ياتيها رزقها الى عندها يعني، وكلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، فكان رزقه يأتيها وهي في أوج قوتها، وعندما ضعفت وأصابها الوهن طالبها الله عز وجل بأن تطلب رزقها بيدها، فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني تريد تعليقا على كلا الحالتين؟ والله ليس لي إلا أن أقول الله أعلم، يعني يحتاج هذا بحث الحقيقة. رفع الله قدركم إن شاء الله، بارك الله فيكم. الأخ أحمد من طرابلس يقول بأنه عنده إرث للوالدة، ويبدو أن والدة والدته لديه إخوة وهاجروا إلى تركيا أيام الحرب مع بريطانيا وانقطعت أخبارهم، وأيضا يعني ذكر ثلاثة أعمام وعمين، وقال جداهم يعني جداه يعني حناهم يعني يبدو هاجروا لتركيا وقطعت أخبارهم، فماذا يفعل بالإرث الآن؟ لم أفهم دكتور، لو تعيد. هو قال بأن والدته ورثت من عن والدها إرث يعني، ووالدها ليوجد السائل عنده إخوة لكن هاجروا من زمان إلى تركيا ولم تعد لهم أخبار، فهل لهم نصيب من الإرث الذي تحصلت والدته من عن والدها؟ هؤلاء انقطعت أخبارهم، يقصد الورثة الذين انقطعت أخبارهم، هل لهم نصيب من الإرث؟ ماذا يفعل بنصيبي من الإرث؟ طبعا هذا عندنا احنا ما يسمى بالموت الحكمي، الإنسان أحيانا إذا فقد فالأمر يرجع فيه إلى القاضي الشرعي إذا حكم بموته بعد مدة يعني يتحقق فيها من موته لا يعيش إلى مثلها ما يعرف بمدة التعمير، فإذا يعني إذا عرف موته يقينا فهذا موت حقيقي، وإذا انقطع خبره فأمره يرجع إلى القاضي يضرب له مدة، مدة تختلف طبعا من حالة إلى حالة، وفي أجزاء منها ترجع إلى اجتهاد القاضي، فإذا حكم القاضي بموته فيأخذ موت يعني يأخذ حكم الميت الحقيقي في الإرث والتوريث وغيرها من الأحكام يعني. نعم. بارك يعني القضية قضية قضاء يعني. نعم نعم. بارك الله فيكم. الأخ محمد صبرت ربما يريد تعليق، يعني يقول بعض المحللين أحيانا ينسبون كل ما يحصل في غزة الآن إلى دقة تدريب المجاهدين وحسن إعدادهم، بينما يعني لا ينسبون كثيرا من هذه الأمور التي هي في الحقيقة يعني قد تكون من الكرامات الواضحة لا ينسبون إلى الله عز وجل، وقارن بينه وبين بعض المحللين من غير المسلمين، قال يقول الصمت أبلغ من الكلام في مثل هذه الحالة. تعليق يعني شيخنا على هذا الأمر، هل يقصد الإغراق في نسبة الأمور إلى الأسباب؟ إيه نعم هكذا، ربما هكذا فهم. نعم نعم، لابد من التوسط في ذلك، لأننا فعلا نرى أحيانا إغراقا في الغيبيات وتعويلا على المنامات والرؤى وخوارق العادات والكرامات، مما يؤدي إلى ترك الواجب من القدر الواجب من الأخذ بالأسباب، وهذا تفريط وإثم. وكذلك الإغراق الغفلة عن الفاعل الحقيقي أو الذي مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، والإغراق في الانهماك في الأسباب والتعويل عليها، هذا أيضا تقصير وغفلة، لابد من الجمع بين يعني ذكر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى ويعني تعلق القلب به ومعالجة الجوارح للأسباب، يعني علاقتنا بالأسباب علاقة جوارح،
لكن القلب يجب أن يكون معلقا بالباري سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى هذا كان السلف والصحابة الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته في هذا الباب يعني. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم الشيخ سامي السعدي من عام دار الإفتاء، نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلت به، والشكر لكم موصول أيها الأفاضل على طيب متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله تعالى حتى ذلكم الحين، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور، إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.